ماشاءالله برشاب جسارة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب قاری عبد القادر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کرتے ہیں. قاری عبد القادر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إلا
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك
ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.